رحمهم الله، فجاء في المنطقة فأسس مدرسة. الآن عمر المدرسة قريبا 185 سنة بفضل الله تعالى. ما شاء الله. أسس المدرسة و يعني وقالوا أن أصل المدرسة كانت من قبل، لكن لما جاء المشايخ هؤلاء فطوروه وبدأوا يدرسون حتى صحيح البخاري في هذه المدرسة في تلك الأيام. ثم هذه المنطقة بفضل الله تعالى كلهم أهل الحديث، إلا فيما بعد بدأ يأتي الناس ينزلون من المكان من المدن الأخرى، فاختلط بعض الناس أو فاختلط في واجتمع بعض المبتدع، حتى المبتدع القبوريون. وبعدما تحررت الهند في الحقيقة كان لهم صولة وجولة، والحكومة تريد أن يكون المسلمون يفسدون فيما بينهم. الحاصل فمنطقة، وأنا أذكر أن سرت كبير ما رأيت حنفي ما شاء الله، ما رأيت كل ما الحديث. فجاء في المسجد ونحن نلعب أمام المسجد هكذا بعد المغرب أو قريب من المغرب، فخرج واحد من الشباب فقال يصبهم، قال الخبثة جاءوا حنفية، حنفي حنفي جاءوا حنفي جاءوا. فقلنا إيش الحنفي؟ نحن وقفنا عند باب المسجد، فخرجوا بلباس جديد وجه جديد والضيوف عند بعضهم، فقلنا له أمسكناه، قال هذا زينا إيش حنفي؟ أن تصورنا أنه منذ قرون إيش؟ شيء آخر ليس بإنس. قال هذا زينا، قال لا حول ما يرفعوا أشوفوا ما رفع لأيدي والتأمين. فالحمد لله الشعور بالسلفية في الصغار والكبار كان موجودا هناك بفضل الله تعالى. وفي هذا الجو الحمد لله تربيت والدة الحمد لله ما كانت تعرف ألف باء تاء ثاء، لكنها كانت حافظة لسور معينة والأذكار التي فيها على لسان من لسان إلى لسان، ففيها كان بعض الأخطاء، لكن هي يعني كانت تعلمك من الصلاة. تعلمنا والتوحيد خاصة سبحان الله ما شاء الله. حتى أذكر أني كنت أتبع الوالدة إذا راحت، لأنها الحمد لله كانت محترمة، فكانت تذهب في القبيلة إذا ولد لأحد، فكان واحد من أقربائنا ولد له ولد فراحت تزورهم، فعندنا في أيام البرد على السرير يجعلون قش الرز، قش الرز على السرير ثم الفراش فيكون دافئ، والمولود والأم كانوا نائمين، فجلست على السرير، فجلست على السرير فوجدت شيئا قاسيا تحتها، فأخرجت حديدة التي يحرثون بها يحرثون بها يركبون ويحرثون. فهذه الحديدة بعقيدة أن الحديدة إذا كانت هنا الشيطان ما يقرب، الله المستعان. فقالت أعوذ، أنا ما أنسى والله سبحان الله، نهرتها نهرا شديدا وقالت ما تخافين الله، الولد يموت إيش يصير؟ أنت تعملي شرك صحيح. هذا شرك وكذا. فكانت الحمد لله أمية لكنها موحدة عجيبة جدا، وكانت ترى الناس أيضا جاءت النساء من الخارج بعقيدتهم أيضا متزوجات، فعندما كانوا يزرعون بعض هذه البقول فيجعلونها تطلع على العريش، فهناك يعلقون القدر من الفخار نعم. الأسود بالذات يعلقونه هكذا فوقها فوقها حتى لا يصيب عينه، حتى لا يصيب. كانت تكسر سبحان الله، إذا كانت تكسر بفضل الله بهذه الصورة. وكانت في الليل كانت تحكي لنا حكايات، أقول يا أمي لأنه ما في ذاك الأيام لا تلفاز ولا شيء إلا الحمد. فعلى الفراش، فمن جملة والله نقول الآن أفكر كيف كانت هذه تربية، قالت يا أولادي إن الله خلق الناس مختلفين والفقير له حق علينا. والله سبحان الله ما شاء الله. قال أي واحد إذا جاء لا تستحقروه، يعني حتى إذا ما جاء عندنا شيء نعتذر، لأن يعني ربما بعض الناس يطردهم وكذا. ويقول إن شخصا، حكاية إن شخصا كان ماردا جدا وكان يقتل الناس وكان كذا، فجاء شخص ضعيف يمشي هكذا وهو كأنه راكع وليس ما هو عصا، فقال طلب منه هذا العصا من الرجل المارد هذا النهاب سراق، وقال آتني هذا العصا أستعين بها.
فأعتاه. فلما مات هذا السارق فكان القبر أو كان القبر يريد أن يضغط عليه فالعصا كانت تعتريه. سبحان الله. تقول سبحان الله أن هذه الأشياء تفيد في القبر في الآخرة. تربيكم على الإحسان.